Mesdames et messieurs, je n'ai pas de liste et maintenant j'ai peur de faire de protocole des mesdames et messieurs les représentants des autorités nationales, régionales, collectives et locales. C'est très important, comme vous l'avez dit, tout à fait, monsieur l'animateur, parce que sans ce soutien, ce travail extraordinaire n'aurait pas été possible. Et pour nous, aujourd'hui, c'est une journée très, très spéciale où on marque l'établissement de la fondation Spana ici au Maroc. La fondatrice était une femme très, très spéciale, très, très unique, anglaise, britannique, qui s'appelait Kate Hosali. Et avec sa fille, elle était en visite en Afrique du Nord. Elle a rencontré les bêtes de travail dans tous les pays, mais elle a identifié que la queue des Marocains et les Marrakchis était si chaleureux que ici était le bon endroit pour commencer ces travaux en soignant les ânes, les mules, etc. Et maintenant, un siècle plus tard, on célèbre cette initiative, cette vision de ces deux femmes anglaises. Et cette initiative qui a commencé ici, maintenant, touche d'une manière très, très positive ces bêtes de travail, ces équides dans plus de 30 pays du monde. C'est quelque chose de magnifique. Et pour moi, en tant qu'ambassadeur britannique, il y a quelque chose de très, 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 très spécial pour noter cette espèce de lien entre nos deux pays, qui existe dans beaucoup, plusieurs chantiers aussi. Mais cette année de célébration de Spana commence ici, aujourd'hui, à Marrakech. Et je suis très fier de ça. احنا سبانا البريطانيه هي كما تعلموا الممول الرئيسي ديال هذه الجمعيه منذ النشاه ديالها وبالنسبه لنا العون المادي والتقني اللي تلقيناه من هذه الجمعيه مهم بزاف هو اللي مكننا هنا على الصعيد الوطني باش ننمي واحد البرنامج للتربيه على الرفق بالحيوان والمحافظه على الطبيعه بحيث ان من خلال هذا البرنامج وخلال اتفاقيات مع وزارة التربية الوطنية عندنا المراكز ديالنا كلها مفتوحة أمام التلاميذ كيجيو تلقنوا دروس عملية وتطبيقية على الرفق بالحيوان والمحافظة على الطبيعة كذلك نشأنا بعض النوادي اللي مكلفة بالرفق بالحيوان والمحافظة على الطبيعة في جميع المراكز ديالنا وكذلك عندنا المركز الوطني للتربية البيئية اللي هو منشوف إطار مع المياه والغابات فيما يخص الشق ديال المحافظة على الطبيعة فعندنا عدة برامج كتهتم بالمحافظة على التنوع البيولوجي على الصعيد الوطني احنا موجودين في مراكش كاين المنتزه الوطني ديال التبقال هو حدا بواحد الاهتمام كبير من طرف سبانا حيث انه قمنا بانشاء تما وترميم وتركيب المنتزه ليكو ميوزي المتحف ديال المنتزه الوطني للتبقال وكذلك قمنا بما يفوق 70 مشروع للتنميه الدخل عند السكان المجاورين للمناطق المحميه وهذا اتفاق شراكه مع الوكاله الوطنيه للمياه والغابات وكذلك عندنا عده اتفاقيات على الصعيد الجهوي وعلى الصعيد الدولي كما لاليونس الائتلاف المغربي للمناطق الرطبه كذلك اليوسيان المنظمه العالميه لصون الطبيعه اللي خلالها كنصرفوا على عدد كبير ديال المشاريع هنا ولكن كيبقى يعني راس الحربه ديالنا الرئيسي هو التربيه من اجل الحفاظ على الحيوانات والنباتات واخر ما كاين في هذا الميدان هو ان سبانا بالاعانه دائما كنرجع بالاعانه من الناحيه التقنيه والناحيه الماديه سبانا بريطانيا دخلنا ما نسميه بالتربيه الانسانيه واللي كنكونوا فيه اساتذه باش يكونوا كفء فيما يخص كيفيه اعداد وتلقين الدروس في ميدان التربيه اللي كتعتمد اساسا على الحيوان وعلى البيئه وكذلك على العداله الاجتماعيه وهذا البرنامج هذا بديناه هذه واحد السنتين
يعني وقيته ديال الكوفيد. ولا يعني باختصار هذا الشيء قليل في حق هذه الجمعيه هذه اللي كنتمنوا لها التوفيق، وكنتمنوا ان يعني انا بعدا فخور بان الجمعيه ديالنا المغربيه تفتخر بهذه الانجازات اللي دارت، وكنتمنوا هذا التعاون يستمر في المستقبل لصالح الاجيال القادمه، لصالح الحيوانات، لصالحنا جميعا. طبعا بالمناسبه التكريم المئويه نتاع التاسيس نتاع جمعيه السبانه في العالم، الرفوج نتاع مراكش، الملجا تاع مراكش عنده واحد الطابع خاص حيت من بين الملاجئ الاولى في المغرب، واللي عبرها السبانه كتقدم خدمات للحيوانات بالاخص حيوانات الجر، دونك كتمثل في تقديم علاجات وفحوصات بالمجان الحيوانات الجر التي في ملك اشخاص معوزين بطبيعه الحال. بطبيعه الحال كمجموعه من البرامج اللي كتقوم بها جمعيه السبانه لصالح هذه الفئه من الحيوانات، من بينها مثلا المراقبه الصحيه تاع الخيول تاع الكوتشي في مراكش، بالاضافه الى الخيول تاع الكوتشي اللي كاين في ايتورير، وكذلك البغال اللي كتكون في امليل. دونك حتى هي عندها برنامج خاص بها للمراقبه الصحيه نتاعها والتتبع الصحي نتاعها، بالاضافه بيان سور الى الانشطه اللي كتكون في داخل الملجا اللي هو في عباره عن مستشفى اللي كيقدم خدمات عديده للحيوانات المريضه، وطبعا كل شيء بالمجان. دونك الخدمات نتاع الاسبانه كلها بالمجان. بطبيعه الحال كنعرفوا ان الحيوانات عندها واحد كتعيش واحد الحيف من طرف اللي كيخدموا بها عليها. الاسبانه كتركز على الجانب التربوي، ولهذا الغرض عندنا شراكه مع وزاره التربيه الوطنيه، دونك كنجيبوا التلامذه تاع المدارس عندنا وكنحاولوا نحسوهم بدوره تربيه كل حيوان، المحافظه على الطبيعه، باش نتمنوا ان الاجيال المقبله ان شاء الله تكون عندها واحد الحس تجاه تربيه كل حيوان، تجاه الطبيعه عامه. بالاضافه لهذا الشيء هذا، دونك السبانه كتقدم فرصه للمتدربين البياطره، مثلا طلبه البياطره، دونك حتى هما كيجيو عندنا كيستافدوا من تجربه عندنا هنايا، وحتى بعض المرات كيجيو متعاونين اطباء بياطره من الاجانب كيساعدوا الجمعيه وكياخذوا تجربه بنفس الوقت. دونك بحال قلت رابح، السبانه كتاخذ نوع المساعده معاهم، كيعاونوا في الاعمال تاع الجمعيه وفي نفس الوقت ياخذوا تجربه من عند الجمعيه. دونك هادو هما المسائل اللي سبانات مراكش كتخدم عليهم بالاساس. دونك كاين الشق نتاع الحيوان العلاجات وهذا، وكاين الشق تاع التربوي، حيت هاد الشقين بجوج يتكاملان. دونك مزيان نقدموا علاجات وفحوصات للحيوان، ولكن احسن لو اننا نقدروا نبدلوا الافكار ونبدلوا السلوكات نتاع الناس. دونك كنكونوا لمسنا الاشكاليه بطريقه عامه وشامله.